كدوريم يتكفل كدوريم يتكفل بإعداد أكثر من 2000 مفتول لفائدتي، فمفتول صابون أخضر لفائدتي العائلات المعوزة التي خلقها المقبور الديوث عبد ليلى الترابل اللي يتبرع ب2000 مفتول بالصابون الأخضر الساحلي لفائدة العائلات المعوزة التي خلقها وجبلها وسواها المجرم المقبور الديوث النياك العطاي المأبون. ايه نسيبه ونسيبه لاخر ولد القحبة هكا الماطري الماطري، والاخ اسمه مبروك افرج الماطري ومبروك عنده زوج نساب وهو ينيكو في البنات الماطري ومبروك ها وشيبو الماطري ومبروك وشيبو الميبون هذايا ناك بنية سيرين ناك البنية عمل لها الدردر خلص لكم من صرمها 2000 مفتول في ترمكم والعطاي ولد القحبة سليم شيبوب والماطري وبن بن مبروك وبن مبروك اه مبروك اه زب يملك اورانج يملك يملك شطر اورانج شطر كارفور شطر دير ربكم بو زباوي تملك لابار شليم شيبوب يملك لابار تاع البتروزيب شنو يا رب فم 20 وانتوما شو ما شو انتوما النياك انتوما بعد شو بعد ما يعور لك عين امك بزبو بعد ما يشد زبه ويقعر بيه عين امك بعد 4 سنين وخمس سنين يبعث لك وانت جيعان يبعث لك قفه عنب والله يطلع قلبه بيا والله يطلع كدوريم خنان دين ربكم وربه دي بعد اللي شو بعد اللي انتم ما تربحوا في الفلوس الاوريدو اللي هي قطريه جيت تمنيك عليكم ب 800 مليون حق بونيتا شق حاب اني بيت قرقر شو ولا تساترة كيف كيف هي تساترة تي كلهم تي خوك تساترة والخوانجية شو شو مش سحقا سحقا للرجعية تساترة والخوانجية اخي اخي دي الرب تساترة والخوانجية مش شركاء في العملية انا عملية عمليتني كنمكو بلا بزاق بالشايح كيفيه يا اخي دير ربكم في عهد بن علي كنتو تداوي وانتوما يا ولد الميبونه في عهد بن علي كنتو تركبوا فم وسنين وزبي وتداوي وتعملوا مرايات يلعن دير ربك في عهد بن علي تنجموا تداووا في عهد بن علي بتبني عندها الكونسير وعنده الكونسير يموت ما عندوش دواء الزب الكونسير باكو المنايك 150 دينار باكو بنايك هكا كبروا هكا كبروا باكو دوي هكا كبروا 150 دينار كنتوا تداويو بدي ربو في عهد بن علي مو 150 دينار تمشي للحج يا زبي وتمشي للبوليسية والباقة ونهار كل حاكم يدور الزبي باش ينيكلنا امنا تو الحاكم اتخبى الزبي تو الحاكم ولا يجيو 400 ميبون ولا 1000 ميبون من تركيا ها شطر متاع دين ربهم مسلمين متدربون على القتال والذباح والنكاح تعديوا في المطار الزبي ها تسلوا كي الجمهور كي هابط في الصطاد الزبي في عظم الطيارة تركب دين ربهم في باقة الناس الكل كلهم في باقة اطلع نيك ربك اطلع يلعن دين ربك شو مهز دين ربك لتركيا والعالم في حرب يا زبي علاش مسافر زبور امك وكورونا تلعب موت ربك في تركيا في بلاد ارطغرل متاع الزبي في بلاد الخلافة
انا نحكم نطلع دير ربهم في الباقه ونسكر على دير ربهم، اللي مات مات واللي حي حي، برنيك امك. اي سرتوك الخمج اللي عايشين في اوروبا، ايطاليا وفرنسا والمانيا، هذوكم ولاد حرام هذوكم، يبداو اذلاه. هوني في باريس نعرف مرة في فرنسا يبداو اذلاه، وفي تونس يوليو يشبرش ويزيب. هنا واحدة تونسية جاية من ايطاليا، شك اللي وسخ شك نسخ، وانتي فيش تعمل في ايطاليا؟ ولادك شنو يعملوا في ايطاليا؟ ولادك شو يعملوا في ايطاليا؟ مش يقلقوا في بنات الطليان الصغار، وشدي بعبس بنيه صغيره وينيكها بكف وينيكها بتريحه. انتوا ما عديناهم لكم ايش يعملوا ولادنا ولاد الزيميجري في اوروبا؟ شو المتربي ومتادب فيهم يطلع داعش، يعمل لك ينيك يا الروزي في الباتاكلون، قتلوا 130 وحده. ها ولاد زبورهمكم انتم. نرجعوا تو الحديث، شنو 20 2000 قفه، 2000 قفه باهي ساعة رشكي في 2000 قفة نعطيهم ل 2000 عائلة. هاي القفة هذيك وفات الماكلة، وفات تكلاها القفة، شو يعمل يموت بشر؟ يزيو من رب القفة. سليم شيبوب قال عندي 500 مليار، تحبوا تاخذوها خذها، مش قالها يا فرج تكلم ربك. مش سليم شيبوب قال عليه ما خذيتوهالوش 500 مليار ولا 1000 مليار مازال تستناها حتى كي يجي جلبيك يزيد عليها 1000 مليار اخرى. شو الفلوس عندنا في تونس؟ راه البنك هذا الاتحاد الدولي اللي بيسي الاتحاد الدولي البنوك اعطاه مليار، على قديش من ربح ربحوا من الدوله دونك من الشعب؟ في بالكم للدوله التونسيه من 2010 من قبل من عهد بن علي وتتسلف الفلوس من عند البنوك، والبنوك تستغنى من رب لحمنا ودمنا، هالبنوك الهامله هذه اللي ما تثمرش وما تنتجش وما ما ما راك راك راكشه في سرم الدوله. مال علاش هما جون تي جينيرو عطاهم مليار سوا ديزون؟ هما جينيرو مليار منين؟ من 6 مليار 600 مليار ولا 1000 مليار ربحت وربى من ما تسمى بالثورة. شبيكم رخاص؟ شبيكم تقبلوا الصدقات على خاطر دينكم يمن بالزكاة والصدقة الجارية، خرية جارية تخليه واحد فاسد مافيوزو ديوث هامل طحان كلب ما يسويش يتبرع لكم بألفين آلة تناسلية، بألفين جهاز تناسلي. علاش ما هتلكمش 2000 جهاز تنفس اصطناعي؟ بعت لكم 2000 سمونة بلاستيك تجهروا بها صرامكم. يا طحانة اللي ساكنين تونس، شكون فجر رب البلاد؟ شكون حط لنا هالهمال هذوما يحكموا في تونس؟ هل لي زانكومبيتون والقعار لا يعرفوا يتحكموا في مطار، لا يعرفوا يتحكموا في سبيطار، لا يعرفوا يتحكموا في الوزراء في الكراهب بتاع الوزراء، لا يعرفوا ولا عندهم وزير يعترف بانه الوزير طحان صاحبه ساقط ونذل ويزمو يطرد ولا يدافع عليه، وقالك نحن ما عندناش وقت توا باش تلهو بالتحقيقات الماليه. توا جوستومون وقت التحقيقات الماليه حشنا بالفلوس نو علاش نطبو في الصدقه وخيرنا وخميرنا عند غيرنا؟ عندك الهمل السواحليه اخي، سبب الخراب في تونس مش دين بورقيبه الساحلي، وكم من سب الدين بورقيبه اكل ميبون المقبور الديوث عطاي ترمتو زين الخرا بن خرا، ومن بعد ورثوها الحواميه متاع زبي براش الغنوشي، وكا تطاوين ومدنين وقبلي وسيدي مهذب وسيدي زبي. عليه شو علاش نحنا ما عندنا حتى شيء؟ وعلاش يتمنيكوا علينا؟ وعلاش انت لتوا مازلت عندك ابونمون في اوريدو؟ مش عندي سنين نقول لكم اخرجوا منها اوريدو،
هاوكا طلعت قليلة معروف وقليلة حياة، كيف هاكي دينها؟ كيف هاكي الدين اللي تدافع عليه؟ 800 مليون؟ تتمنيك على شكون؟ نورمالمون الدولة التونسية تحط يدها على كل الممتلكات القطرية والتركية في تونس، علاش؟ وحتى يد تحفظية، اون ميزور كونسيرفاتوار في انتظار الباقي. علاش؟ لأنه ثابت علميا وماديا وفيما لا يجعل مجال للشك أن تركيا الإسلامية وقطر العربية التميمية القحطانية المحمدية الإخوان الإسلامية هم الذين وضعوا هؤلاء الحكام على ترمنا. أخي الشعب التونسي مش عام 2010 و11 يشكر في الجزيرة راعية الثورة، وشكرا الجزيرة، وشكرا الأمين خليفة، الأمير الشيخ خليفة ولا الأمير خليفة، وشكرا للجزيرة وإخوتنا القطريين، وشكرا لتركيا. بعد ما ناكونا يتصدقوا علينا، بعد ما حبل لي بنتي بسيف يقول لي ما تخافش يا سي جلال، هاو تنعمل البنت تخلص لبنتك كيرتاج وتنعطيها مكتب من ربي 2000 قفة لفائدة ولاد القحبة الفقراء في تونس. اي الفقراء ولاد قحبة. اجا الفقير يقول له شنو احوالك؟ يقول لك الحمد لله. وربه اش قال له؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، من كل هم سهم يا ولاد القحبة. والحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، وأن قضاء ربك لا راد له. وفي الحديث لا راد له، وجماعة قل لن يصيبنا، مش انتوما يا جماعة قل لن يصيبنا إلا ما كتب محمد لنا؟ علاش مش ديما يقول الله ورسوله أعلم؟ إن الله ورسوله وده شنو؟ وإذا قال قرر الله والرسول فليس لكم خيرة من أمركم، الله والرسول يحكموا. تقرقر شو تقرقر ولا شد شو قرقر ولا مش ولا شد محمد رسول الله وشافه. انا تو جو سوي او بوان و جو ني بلو ريان افوت دو فو، راهو حتى كي تحرقوها الباج هذه نيكم ما لا يهمني، نعاود باج صغيره ونيكلكم امكم. انا شو انا ما نجمش نشد روحي على الحقيقه زب. شو امريكا دوله عظمى، دوله عظمى فيها الاسلام يحكم ما فيهاش. فرنسا دوله عظمى فيها الاسلام يحكم ما فيهاش، دوله عظمى. اعطيني دوله عظمى فيها لا اله الا الله محمد رسول الله في الدستور. هاو زبيا انتوما مش كي عديلكم السلطان اللي تعبدوا فيه متاع الترك، السلطان العثماني متاع الترك كل ما يمرض مرضى منيكة يجيبوا له طبيب طلياني ولا اوروبي في القمة الخلافة متاعه، يجيبوا له الطب الغربي يداويه هكا ولا مش تفرشتوا فيها؟ الكل كل ما يمرض السلطان السليم، اسم ربه السلطان هو سليم، سليم خرا، سليم باشا ولا سليم خرا، كل ما يمرض بترمته بسرمه مش يجيبوا له طبيب بغلاجة اسمه جيوفاني امنتوري فانفاني، جيوفاني سبادوليني بيدين وجراكس، يجيبوا له باش يداوي له عصم والقحبة. وما انتشر الاسلام الا بقوة السيف، وحينما تخلف السيف عن المدفع مات محمد مشنوقا وأمة مم الله مناك. أنا مليان صغير راهو نستنى في الخلاص متاع الأمة الإسلامية لم تأتي، وبابا كان يستنى في خلاص الأمة الإسلامية لم تأتي، وبو بابا يستنى في خلاص الأمة الإسلامية لم تأتي، وبو بو 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 بابا يستنى كيف كيف في خلاص الأمة الإسلامية، وتو ما جيتش ومش باش تجي يا دين الرب. مش قالكم اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الوبنة دينا؟ وفيه معناتها وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، سيد تمكين الإسلام صار
وقتاش تمكنتوا من الأرض؟ تمكنتوا من رأس العصبة؟ أنتم أمة الصدقات، أنتم ترضاو واحد ينيكلكم فلوسكم بعد يتصدق عليكم بها. تو كيما السعودية عطات للميبون الحمريتي شياح الكلتوس 150 مليون دولار باش ينيكوه بهم. أخي ال 150 مليون دولار مش لي زانتيري نتاع ساعة من 23 مليار دولار اللي هزهم الميبون الساحلي بن علي معاه الغادي وتدفن مع دير ربهم في البقيع مع صحابة زبوب الله رسول الله. أما هما مش في القبر، هما تو اشترهم في عص مرت الديوث هذايا كادورين، واشتر الاخر في عص مرته واخذها منهم وسرتن مورا وعطاوها فلوس وقت اللي كان نسيب اللايس. هو ذاك كادورين كي كان نسيب اللايس يموت عليه سرتن مورا وعطاه تفتوفه يخبيهم له من غديكا ولا يشغل له طرف الاموال انك يقلب لهم بها. ما علاش طلقوا هما صابات؟ ما عرفناش علاش طلقوا القحبه مرته، ما حكيت فلوس. اخي الكروز علاش يطلقوا؟ ما يطلقوا كان على الفلوس. اخي هما حبوا بعضهم من نهار الاول، فما كرزه يحب مرته فماه، كلهم يحشوا فيه، كلهم مصالح الزبد، الكرز نتاع الزبد، كرز تونس نحكي لكم ها. خاطرهم سراق وفساد وما يسواوش مليم، اعطيني كرزه تونسي تونسي جاب بلو فاليو لتونس. تو حمدي المدب ارشي مليارديرين بلا ارشي مليارديير، بلا شنو اللي خسره هو مثلا يعطي 10 مليار دولار برجليه. حمدي المدب ما نجمش يعطي 10 مليار، ما نجمش. ها؟ هو شهريته هاو قال لي فرج شهريته 50 مليار في العام. حمدي مدب يخلص 50 مليار في العام. يعني بريسك مليار بار سومين. 55 سومين في العام، مش فما 55 جمعة في العام ولا؟ هاي ذاك 55 جمعة في العام. هاو نكبة مليار في رب الجمعة زيب. انا كان جيت نحكم في تونس نفك دير ربهم، كي يجوا يكلموني يقول لهم يا رسول الله عملها كي ناك فلوس بني قريظه، مش رسول الله ناك فك فلوس بني قريظه وشد بناتهم وناكهم منهم صفيه قتل لها ابوها ورجلها وعائلتها الكل في نفس الليله ناكها، ويحبوا يكذبوا على زبي قالك رضات بيه. مش توما هم بيكم عرفتوا انا ما حبش تنيك معاه لين هددها. قال اسمع يا صفيه، انت بنت ناس وانا صحيح مانيش ولد ناس، انا سقت متاع، لكن انا تو بقوة السيف كيما عملوا داعش وليت نحكم، يا تنيك معايا يا نبيع دير ربك عبده. خمت مسكينه تقول لك هكا ولا باش نتبيع عبده يا زبي. عطاته سرمه، انا في بال شوا، سيتي تان فيول، دوما كلكم فيولي. اخي في بالكمش الاسلام ما انتصب في تونس الا بعد 70 سنه حرب، ما قراولكش الابتدائي ذي المعلم الابتدائي قراك لانه التوانسه صمدوا ضد الدين الاسلامي 70 سنه، جامع حكاوها لكم. قال لكم جاوا دخلوا الرضا والنور والجواهر الحور ولا لا عقبال البدر علينا من ثانيات الوداع. ويوريو مو النبي ما لازمش يروجه، عاد شوف عصا في يده عصاي راه في سرمه وشطر وجه الناقه هبا حداد هاكي قرقر. خايفين على نبيهم؟ شبيني بيكم؟ ماهوش راجل الزبي، شبيه بيخرج ليش دير ربه؟ يا عندي الرب هالفصايل موحش دير رب. انتم ما شو انتم بالصدقة عايشين بالصدقة يا زب، تستنوا في الصدقة وفلوسكم وخيركم وخميركم عند العدو عند ربي. بن علي مش باعتراف البنك الدولي، مش باعتراف البنك الدولي اعترف بأن الكلام اللي كان يقول فيه جلال بريك من 2010 حتى 2013 العام اللي خرجوا فيه التقرير هذا، قالك بن علي هز 23 مليار دولار من تونس، الكلام اللي كنت نقول فيه 3 ans auparavant. صندوق البنك الدولي قال هزب، يعتدوا بالتقرير تاع البنك الدولي هذه في المحاكم الدولية، رجعوا لنا دير رب فلوسنا الزبي، ولا اعطيونا باب الكعبة هو كله ذهب، اعطيونا باب الكعبة الزبي، اعطيونا باب الكعبه، ما عندكمش سبيس يا سعوديين، اعطيونا باب الكعبه، ما كله ذهب، هدي الرب والباب.
خرجوا منه تحفة فنية، مراعي ريانة زبي، ولا سمونا بزيانة من باب الكعبة، خرجوا زب شباب ونعبدوا، ما نحولات خلني عبدو مو زب ذب هاك، ولا مش شعب ميبون هذا بلا كلسون. وبرا تفرجوا في كتزيرية قديش يسخفوا، كتزيرية كتزيرية، ما اني كم التوانسة كانت زيرية. برا شوفوا شو يكتبوا في اللي باج متاعهم على كورونا وعلى المطر، هبط الطرف مطر قالك سكرنا، سكروا دور الدعارة والخناوي وذا شنو بتاع التبرنات والفاسيت سكروهم. اخي ربي هبط المطر، اي والكورونا هزها، ربي ربكم هبط لكم هبط لكم المطر على خاطر سكرتوا البيران والقهاوي والملاهي به، والكورونا هزها معام ولا هزلكم سقيكم بها، بري يعطيكم عصبة لكم ولدينكم كسوا تونسي تونسة ولا جزيرية. انا بس افيكو جاني بلو غينا فوت دو فو جول، تو الباج هذه تنيكوها ما تنيكوهاش، تتفرجوا فيا لما تتفرجوش بول على ربكم. انا نتكلم مش للتاريخ ولا حاجة، تو باش ما نموتش بالغل. اي نصبر نصبر اليوم قداش من فيديو عملت الزيت، اربعة خمسة عشرين ولا ماني عارف، ما نجمش نسكت، نغلل نغلل نغلل. بعد حبل لي بنتي بالسيف تجيب لي 2000 قفة، مش انت يا ميبون يا كادوريم قلت راهو بن علي عنده ما يحكي ما يقول، ما تعطينيش 2000 قفة، قول وين خبى دير الرب الفلوس هكا ولا يا فرج. يا كادوريم يا العنون التمك الهاملة، يا كادوريم اللي تتمز على زبي بيه ب 2000 قفة، قول لي فلوسنا وين يا ولد الميبونة، يا ولي وجهك خايب كأغلبية الشعب التونسي. اخر خذ كاميرا واخر صور التوانسة، الاولاني خايب، الثاني خايب، الثالث خايب، المليون خايب، شوف البنات الاولى خايبة، الثانية خايبة، الثالثة كلكم خايبين. الزبي شد الاولاني شد واحد ومليون هكا، اسألوا سؤال ما يعرف شيء، اسألوا اللي بعده سؤال ما يعرف شيء، كلكم جاهلون، كلكم القبر والكورونا يلا عند دين ربكم ورب الله متاع رب الرب متاع دين رب السماء متاع دين رب امكم، كسوا لي قرقروا ولا ما يقرقروش يلا عند دين والديكم. انا مستعرك باللي بارتاجي، اما وين الرجال تبارتاجي يا زبي؟ انتوما قابلين السمونه ولاد الميبونه، انتوما قابلين 2000 قفه في ترمكم يا قفافه انا ياك. مش قال باش يخرج بن علي كتاب، وين دير رب الكتاب؟ مش قال نعرف اش تعرف، قول لنا اش تعرف على بن علي هكا ولا تعطيني فلقي في 2000 قفه. شو الشعب التونسي الاكثريه مسخ ومنتن وقارس وفاسد وامه قحبه، دونك تستاهلوا الفناء، لو باو الفناء في ربكم الكل، لو باو الفناء في دين والديكم. انتم وتزيريه شو ان شاء الله، شو ان شاء الله العام هذايا ما يوفى، ان شاء الله العام هذايا ما يوفى الا ما يموتوا 95% من الامازيغ اللي ساكنين في شمال افريقيا، 95% هكا تهز ربهم كورونا، والباقي هكا الخمسة بيان تاعي. مش قلت لكم تبداو شي 95% باش نيكوكم، يا نبداو شي 5% باش نيكوكم يا 95%، هاو كورونا مش لا باش تطبق لي رغباتي واحلامي في فناء زبورمكم يا جماعة القفة قفافة.